أنا استحلف بالله الكويتيين اللي معانا اليوم واللي راح يشوفونا بالشاشات في كل الدوائر، استحلفكم بالله، 2/2 يوم شهادة، 2/2 تولون على الكويت خيار عيالكم. المرشح اللي ما ترضاه إذا جاك يخطب بنتك يمسك إيد بنتك، لا ترضى ما يمسك إيد الكويت، لا يكون الكويت تحت أي ذريعة. أنا أدري اليوم وعشر أيام جاية هي يوم عفن راح يمارسون في كل العفن، راح يتهموننا بأرخص الاتهامات، لكنهم ما يملكون رجال مثلكم ولا يملكون نساء حرائر يخافون على الكويت، يخافون الله عز وجل بالكويت مثل ما نملك. سنقود المعركة معاهم من ندوة لندوة ومن بيت لبيت ومن رجل لرجل ومن امرأة لامرأة حتى نسقطهم في 2/2 بإذن الله وتنكسر الكويت بإذن الله. اليوم الكويت تنخافكم، اليوم الكويت تستفزعكم، اليوم الكويت تبي وقفتكم، اليوم محبة الكويت مو كلام. تكفون لا تروحون ندواتهم التعيسة، لا تروحون بعد ما ضربوا كرامة الناس وأنا والكويتيين، لا تكثرون سوادهم، حاسبوهم على كل شيء سووه. الكويت شكت واجد وتألمت كثير، اليوم لازم نمسح جراح الكويت 2/2. إن كويت العز تشكو العطبة، قوم لها قد بلغ السيل الزبا، تسرق خيرات الكويت جهرة، والشعب كل الشعب يغلي غضبا، كل شريف آن أن يعلنها، لن أرضى للكويت أن تغتصبا، إذا الشعوب جهزت ركابها فليس للحر سوى أن يركبا، إذا الشعوب انتفضت لحقها إرادة الشعب أخي لن تهزما، يا أيها الجناة خاب سعيكم لن تخدعوا الشعب، كفاكم كذبا، لن تخدعوا الكويتية مرة ثانية، ما راح يخدعون بإذن الله. أنا بوجه خطابي للدائرة الثانية اللي أملك أني أطلبه، أنت مسؤول أمام الله عز وجل عن 4 أصوات. اليوم يوم فزع الكويت كله، ترى في رجال فيهم خير وقفوا معانا، في خالد السلطان، في عبد الرحمن العنجري، في رجال وقفوا معانا لما احتجناهم. تبون الكويت ترجع مثل ما كانت؟ تبونها ترجع أجمل مما كانت؟ تبون تفتخرون على دول الخليج؟ غير قدموا خيار الناس، قدموا خيار عيالكم، اوقفوا ضد من باع الكويت وباع أمانة الكويت. هذه الأمانة، أمانة الكويت. اليوم يومكم اخواني، اخواني اليوم فزع الكويت، لا تخلون الكويت، اليوم الكويت محتاجتكم 2/2، لا تخلونها، وفيكم الله راح تنكسر الكويت فيكم، خلونا ندير المعركه وندير الحرب